بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وكفى، وصلى الله على عبده المصطفى، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة الهدى وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. خلقنا اليوم يحدثنا رب العزة سبحانه وتعالى عنه فيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الخلق هو خلق المجاهدة بالله، والمجاهدة أعم من الجهاد. الجهاد قد يطلق في كثير من الأحيان على القتال فقط، والمجاهدة تطلق على كل أنواع بذل الجهد في مرضاة الله عز وجل. فكل ما كان يحتاج منك أيها الإنسان إلى بذل جهد وتعب وصبر وتحمل ومشقة يسمى مجاهدة. لذلك قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا صبروا، تحملوا، بذلوا، تعبوا، تألموا، قاوموا أنفسهم ولكن صبروا وجاهدوا فينا، لنهدينهم سبلنا، لنوصلنهم إلى الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنهم، وإن الله لمع المحسنين. هؤلاء وصلوا إلى مرتبة الإحسان بالمجاهدة، لما ثبتوا أنفسهم على طاعة الله ارتقوا حتى صاروا من المحسنين. المجاهدة يا أيها الإخوة هي تصبير النفس على طاعة الله بكل فروع الطاعة، وتصبير النفس على ترك معصية الله بكل فروع المعصية. أمثلة ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان. تفطر شفط الحد، وأنتم تعلمون يا أيها الإخوة هذا أمر علمي، الرجلان وأسفل القدمين هما أكثر مناطق الجسم سماكة في الجلد، لذلك جعله الله تعالى في أسفل القدمين متحمل، وقف عليهم ومشي عليهم وهكذا. فالذي يقف حتى تتفطر قدماه كم يقف؟ نص ساعة، ساعة، لا يقل إذا عن ثلاث أربع ساعات. يقف واقفا ويصلي لله سبحانه وتعالى ويقرأ ما يفتح الله تعالى به عليه من القرآن، وكان إذا ركع يرجع قريبا من قيامه كما في البخاري. يعني مرة قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة فركع قريبا من قيامه. الركوع أصعب من القيام، تعبوا كل يوم، لذلك كثير منا لما نطيل الركوع نرفع إلى شوية يمين يومين، حتى أصعب من السجود، أصعب الحالات هي الركوع، ركزوا على ذلك. رجع قريبا من قيامه، رفع قريبا من ركوعه، سجد قريبا من قيامه، وهكذا. فكم طالت صلاته صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر هكذا يكفي؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة يا أخي. من يصبر؟ الآن ركعتين، أطال الشيخ قليلا تطول عرقنا تقرينا حاجبا. هذه ليست مجاهدة، هذا تهرب من طاعة. ليس المعنى أن يطيل الإمام حتى ينفر المصلي، لا أقصد ذلك. لكن لو فرضنا أن الناس خشعوا وتوجهوا إلى الله في وقت من الأوقات في عبادة من العبادات وهكذا، فطال الوقت. لا داعي أن يقول بعض الإخوة: إيه شوف يا أخي والله شوف أنا عم شوف جارك جنبك شوف شو عم تقول هذا اللي اسمع في شيء اسمه مجاهدة الله. هذا أحد أنواعه. جاء يوما رجل يدعى ربيعة بن كعب الأسلمي كما في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه، فأسلم ثم صار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم.
يحدث الرجل هذا عن نفسه فيقول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأبيت قريبا من بابه، فاستيقظت يوما فوجدته يريد الوضوء، فأتيته بوضوءه وحاجته، الوضوء الماء الذي يتوضأ به والوضوء أعماله، فأتيته بوضوءه وحاجته، فنظر إلي ثم قال: يا ربيعة سلمي. فالكافرون النبي عليه الصلاة والسلام، رجل يقدمه يجلس ينتظر أي حاجة يقضيها له، فقال: سلمي. لم أدخل في تفاصيل هذه المسألة بالذات، لكنها تفتح بابا لمن يريد التأمل. بعض الإخوة يقولون كلمة في غير موضعها، هذا استطراد الآن غير موضوعنا لكن مهم. بعض الإخوة يقول، يأتيك بحديث فيقول لك: إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غير الله. قلت إن النبي عليه السلام على كل صحيح سلمني، أشرف عجبت من النبي؟ أنا أطرح سؤال للمناقشة للإدراك للتأمل، ارتد عن الإسلام والعياذ بالله أم ارتد ربيعة بن كعب الصحابي؟ إذا هناك شيء يسأل من البشر حتى لو كان جليلا، إذا لم أعتقد أن الذي يقضي الحاجة هو البشر فأستطيع أن أسأل البشر أشياء كثيرة، ولكن أنا أعتقد أن الذي يقضي الحاجة هو الله. هذا الفرق بين الشرك وعدم الشرك. أما مجرد ما تقول له يا فلان كذا أشرك، هذا كلام في أي موضع. سبحان الله. فماذا قال له؟ انظر الجواب الأعجب. ماذا قال ربيعة؟ قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قد بالله عليكم، المرافقة في الجنة والدخول إلى الجنة هذا يسأل لغير الله؟ ما في كمان سؤال المناقشة يسأل لغير الله؟ طيب الله أسألك، ما قال له أسأل الله أن تدعو الله أن الله أسألك مرافقتك في الجنة، هو اللي دخل الجنة لا الله. إذا اعتقد الإنسان أن الذي يفعل وينفع ويضر هو الله، ثم سأل الحاجة مع وجود هذا الاعتقاد والنسبة الحقيقية لصاحبها وهو الله، فلا حرج فيه، ولا يدخل لا في شرك ولا في كفر ولا في ضلال ولا كله فاسق ولا كله كافر، ما يقال هذا الشيء. لكن أحيانا عصبية أو تجمد الفكر يبعث على ذلك. فماذا أجابه؟ الآن سنعود إلى حديثنا عن المجاهد. ماذا قال له؟ قال: إذا فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني تكرم عينك، بس أنا كمان بدي منك شغلتين أساعدك في دخول الجنة. أعني على نفسك بكثرة السجود. أي مجاهد؟ هذه المجاهدة كما قلنا النفس قد تنفر إذا طولنا في الصلاة، إذا أكثرنا الرتعات، إذا تنفر أحيانا النفس البشرية. نريد أن يجاهد في شيء اسمه صبر، في شيء اسمه مصابرة، في شيء اسمه تحمل، في شيء اسمه بذل جهد حتى أزيد في طاعة الرحمن، لا لأدبر النفس كما قلت، ولكن لأدربها. تعلمون يا أحبتي، كل شيء في الحياة يأتي بالنيران. يعني لصالح الأشياء الدقيقة، عيونه ما أحسن من عيونك، أنت بتيجي تطلع مع بشنك. قد يكون هو هذا نفس المقدار بالنظر، تضحك عينك وعينه نفس الشيء، شلون عم تشوف؟ مرة نفسه. الذي يحمل الأشياء الثقيلة كيف يحملها؟ بيتك أقوى منك ولا مرة نفسه. وهكذا أشياء كثيرة، يمرن الإنسان نفسه عليها فيتمرن، فيتعود، فيصبر، فيصبح قادرا بإذن الله تعالى. وأنت أخي الكريم تحتاج إلى ذلك. حديث ثالث يعلمنا كيف نجاهد أيضا أنفسنا. أخرج الإمام البخاري أيضا في صحيحه من حديث عقبة بن عمرو أو عقبة بن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت آيات تحث على الصدقة في كتاب الله كنا نحامل على ظهورنا. هذا موضع الشاهد.
المجاهدة في سبيل الله وليش يعني محمدون على المسلمين. نزلت بعض الآيات تحث المسلمين على الصدقة وإكرام الفقراء وإعطاهم ونفعهم بإذن الله. سمع المسلمون هذه الآيات، كثير من المسلمين أو أكثرهم فقراء، وهو يسمع آية تحثه على الصدقة، إيه هو مستحق للصدقة، ولكن حالهم ليس كحالنا. حالهم أنهم إذا سمعوا آية المجاهدة بجادوا، آية بذل بذلوا، حتى لو كانوا. الآن كثير من الناس هذا أمر ترونه واضح للأسف. سكن بحلب الجديدة جروب سجل جمعية خيرية، أعطوني معونة. والله ما في شغل، صح؟ إيش عم تاكل في اليوم هذا؟ سؤال كمان مناقشة، كله مناقشة. أحتاج ولا أكل أحسن مني؟ معونة؟ سبحان الله، سبحان الله. بل يدور على أكثر من جمعية لينال معونة من هنا ومعونة من هنا. ماذا فعل الصحابة؟ فقراء يا أحبتي، فقراء، وسمعوا آية تحث على الصدقة. لم تطب نفسه أن يجلس ولا يتصدق وهو فقير، فماذا فعل؟ يذهبون يدورون على الناس، عندك شيء أحميه لك بالأجرة، عندك شيء أشلك إياه على ظهري وتعطيني إيش من كان أجرة عليه؟ إيه احمل لي كذا، فيحمل له كذا، يعطيه هذه الأجرة فيذهب ويتصدق بها، بدل ما يطعمي أولاده منه يذهب فيتصدق بها لجهال أجر المتصدق وهو فقير يستحق الصدقة. بقي أكثر من هكذا مجاهدة؟ سبحان الله. علي رضي الله عن سيدنا علي وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم يقول: كنت أكري نفسي بدريهمات لأسحب دلوا من بئر. يتم من الصباح للمساء عم بشتغل، ايش شغلته؟ يدلي الدلو في البئر ويسحب المي ويعبي للناس، يرجع يدلي يرجع يسحبه ويملأ للناس أوعيتهم بالماء. لماذا؟ لأيضا لينفق ويتصدق ويطعم أهله. يحامل، يتحمل، يبذل. كنا نحامل، أكمل الحديث، كنا نحامل على ظهورنا أي يتصدقوا. فجاء رجل بمال كثير فقال المنافقون مرائن، تجى واحد تصدق بمال كثير، نظر إليه المنافقون فقالوا هذا مرائن، يعني أتصدق مال كثير كان يتبلوط بالعامة. وجاء رجل بصاع، الصاع تذكرون ذكرته في رمضان في خلاف بين الحنفية والشافعية في تقدير مذهب الحنفي 3,760 جرام، تقدير مذهب الشافعي 1,750 جرام تقريبا أو 30 جرام، يعني على المذهب الشافعي ومالك وأحمد 3 مذاهب تقديرا أقل من كيلوين. هذا رجل صغير من المعنى اللي اشتغل وجابه أقل من كيلوين صدق فيه. فماذا قال المنافقون؟ قالوا انظروا إلى هذا، إن الله غني عن صدقته، ليتصدق كيلوين ضاع هو يرجع حاله. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي لا يتصدقون به، المنافقون يسخرون منهم، ويسخرون منهم سخر الله منهم. إذا جهدت في الله يا أخي الله يدافع عنك. أضحك عليك واحد الله يضحك عليك أكثر من إيه؟ يسخرون منهم سخر الله منهم، الله أكبر. ولكن كما قلت أثبت لله أنك تجاهد في سبيله لترى الإكرام الرباني. أما والله الدأنان كما قال أحد القائلين قديما: نأكل بالأبطال ونشرب بالأبطال وننام الليالي الطوال ثم نطمع أن نكون أبطال، هذا شيء محال. شغل فاضي. على الصلاة كسلان، على الصدقة ما معي، على قراءة القرآن يا رجال كبير الله تتعلم، على نفع المسلمين ومساعدتهم، على الله أدير بالي على حالي. إذا إيش تجاهد في سبيل الله أنت؟ ماذا تجاهد نفسك في سبيل الله من أجل مرضات الله؟ ما الذي تفعله؟ لا شيء. إذا أنت مع وإن الله لمع المحسنين. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، أنت إذا تبتعد عن سبيل المجاهدة في سبيل الله.
أسأل الله تعالى أن يقوي الإيمان في قلوبنا ويجعلنا من أهل المجاهدة الصادقة. الحمد لله رب العالمين.